السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة بحدثكم عن شخصية استثنائية ربما ما عاش معنا في المئة سنة هذه اللي حنا فيها مثل أحد. شخصيتنا هذه الليلة هي أول ليلة له في قبره، الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رائد العمل الخيري في المملكة. باختصار ما فيه أي عمل خيري في المملكة ألا وله فيها بصمة. هذا الرجل من عنيزة مدينة الشعراء والأدباء والعلماء والتجار، ما شاء الله عليهم لا قوة إلا بالله. إن تكلمت في العمل الخيري فهو في القمة، وإن تكلمت في الأخلاق فهو في القمة، وإن تكلمت في الكرم فهو في القمة، وإن تكلمت في الصبر فهو في القمة، وإن تكلمت في الإبداع فهو في القمة، وإن تكلمت في شخصية استثنائية بحق. وفوق هذا الرجل شاعر، وشعر من أعذب الشعر اللي ممكن تسمعه. هذا الرجل من القلائل اللي يكاد المجتمع كلهم يجمعون على حبه. كان بارا بوالدته بر عجيب سبحان الله العظيم، وأما علاقته مع أخوه عبد الله فحدث ولا حرج. اشتغل سقة واشتغل عامل بناء واشتغل شغلات كثيرة. الرجل عانى معاناة عنيفة وشديدة إلين فتح الله عليه في مكة في سوق الجودرية، ومن هناك انطلق إلى العالمية. كان كثير ما ينسب الفضل لأخوه عبد الله، أخوه عبد الله أصغر منه وهذا من قمة التواضع، ويقول أي شيء يقول أخوي عبد الله فصدقوه وخذوه به. وعبد الله إذا سمع مثل هالكلام كان يستغفر. كانوا إذا جابوا له أي مطبوعة فاخرة أو فخمة تتعلق بالعمل الخيري قال لا 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 ما نبيها، على طول وفروها وخلوها للعمل الخيري. وفي قصة له مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. كان الشيخ يحب يحط قريشاته في مصرف السبيعي عند الشيخ محمد بن إبراهيم. كان الشيخ بن باز رحمة الله عليه يسحب أحيانا مبلغ أكثر من الموجود، يعني ينكشف الحساب، فكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يغطي المبلغ والشيخ ما يدري. وبتل على هالموضوع هذا فترة طويلة إلين ما درى الملك فهد رحمة الله عليه قال لا نحن أحق، الله يرحمهم أجمعين. أكيد سمعتوا بمؤسسة السبيعي الخيرية، هذه تبعهم وهذه أوقاف أسسها في حياته حتى يشوف بعينه نتاج وقفه. هذه رسالة لكل تاجر وكل واحد عنده مال، شوفوا السبيعي وتعلموا منه. كان صديق للشيخ سليمان الراجحي الله يمد بعمره على الطاعة، يقول في الصباح انت نافس وفي الليل انت سامر. فعلا نعم المال الصالح عند العبد الصالح، إن دل هالشيء فإنما يدل على المروءة وحسن الخلق. حتى وإن رحل محمد السبيعي تراه ما مات، فمكارم الأخلاق وحب الناس والعمل الصالح باقيت إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سلام عليكم.